وينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، كيف تبدو صنعاء بانتظار جلسة مجلس الأمن؟ نعم، بالتأكيد هناك ترقب كبير من قبل جميع الثوار اليمنيين، جميع المتظاهرين أو حتى جميع الموالين لصالح، أي أن الشعب اليمني كاملا 25 مليون يمني الآن ينتظرون هذا القرار، رغم أن الكثير في الساحات اليمنية وخاصة الثوار لا يعولون على هذا القرار، لأنهم يعتقدون بأن المجتمع الدولي الذي لم يخرج بقرار منذ 8 أشهر، عندما كان الثوار يقتلون وقتل منهم المئات وجرح منهم الآلاف أو عشرات الآلاف، 20 ألف جريح على الأقل في ساحات صنعاء وتعز وعدن وحضرموت، يقولون مجلس الأمن الذي لم يقوم بأي قرار خلال هذه الفترة لم يقوم بهذا القرار الآن. لكن من خلال تتبعنا لمسارات وتحركات جمال بن عمر المبعوث الأممي للأمم المتحدة في صنعاء ومع المسؤولين سواء في المعارضة أو في السلطة أو مع قادة الجيش أو القبائل أو حتى الشباب الثورة، ربما أن الرجل أبدى يعني بين حين وآخر غضبه من مماطلة صالح وأقاربه على التوقيع على المبادرة الخليجية أو حتى على تنفيذ البنود الموجودة في آليته التي قدمها، وهي التي تنص على هيكلة الجيش بما يعني أن يخرج أولاد صالح أبنائه وأبناء أخيه من المناصب العسكرية. ولذلك فهناك توقع بأن يكون طرحه مجلس الأمن طرحا قويا، ويكون أيضا يفند بعض الجمل والكلمات التي لم يعرفها الناس خلال الفترة الماضية. اليوم طبعا هناك كما يقول بعض المراقبين، هناك ايضا نيه من بعض سواء سفراء الاتحاد الاوروبي او وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي او امريكا ووزراء الخليج، ايضا هناك ايضا يقولون بانه المبادره الخليجيه الان لم تعد هي المتفق عليها خلال هذه الفتره، عكس ما يقول الجميع، يقولون بان اليه بن عمر، اليه جمال بن عمر هي التي ستمضي الان في مجلس الامن، وهي التي تطلب من الرئيس علي عبد الله صالح التنحي او نقل السلطات الى نائبه مقابل فيما بعد ذلك انتخابات نيابيه مبكره، اضافه الى هيكله الجيش. نعم. ويقولون ايضا بان الخلاف مع الرئيس صالح وابنائه وابناء اخيه او مع نظامه حول تلك الحصانه القضائيه التي لا يريد الاوروبيون ولا مجلس الامن ان يعطوها لصالح بحسب كما يحدث في المبادره الخليجيه، ولذلك فهناك ايضا يعني عدم اتفاق بين المبادره الخليجيه واليه بن عمر التي لا تقضي ابدا بمنح حصانه قضائيه لصالح ونظامه وأقاربه. شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أحمد الشلفي، كنت معنا من صنعاء.